دشنا اليوم دار الذكاء الاصطناعي سينشط هذه الدار إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة، وهو في فضاء مفتوح للمواطن سهل الوصول إليه من أجل تعميم الذكاء الاصطناعي وتنفيذا لسنة 2023 هي سنة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو توجه استراتيجي بالنسبة للجزائر. بدأ هذا التوجه طبعا خلال إنشاء المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وأيضا خلال عدد من النشاطات التي تهدف إلى تشجيع هذه التكنولوجيا خاصة لدى الطلبة. كل شهر ولا كل أسبوع هناك شركات ناشئة ولا طلبة وأصحاب مشاريع يفوزوا بمراتب الأولى على مستوى مسابقات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. هدفنا مع سيد وزير التعليم العالي هو بث روح المقاولاتية داخل الجامعة وتشجيع المبتكرين على إنشاء شركات. نريد حقيقة أن نرى طبقة جديدة من المقاولين. وزارتنا تكميلي ولا مكمل مع وزارة التعليم العالي، حيث نقوم بتمويل أيضا الشركات الناشئة عن طريق الصندوق، نقوم أيضا بمرافقتهم عن طريق الحاضنات الأعمال ولا عن طريق المساعدة الشركات الناشئة لتمكينهم من الدخول إلى السوق، ونمكنهم أيضا من الحصول على عدد من التحفيزات الضريبية لتسهيل يمكن يسهل عليهم إنشاء الشركة.